السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم علا برادة. اليوم غادي تشوفوا طريقة تحضير ديال وجبة عشاء او غداء كتجي اكثر، فعلا اكثر من رائعة. طريقتها سهلة ومبسطة وكتجينا بكمية وفيرة. غدا يعني بالفرماج بالشعرية الصينية. الى عجبتكم الوصفة ما تنساونيش من لايك للفيديو، وايضا تشاركوا القناة مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة للجميع. غادي تدوزوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنا غادي قبضت واحد الكميه ديال 4 ديال البكيات ديال الشعريه الصينيه، درتها في الماء سخون وخليتها يعني ترقد واحد قيمه نصف ساعه ديال المكانه، تجات بهذه الكميه الوفيره. وقبضت تقريبا يعني انا غادي نبسط لكم يعني من قلب الحادث، قبضت 5 دراهم بالضبط ديال الفتر الاسود، ورقدته في واحد الزليفه مع الماء دافئ وخليته حتى هو كذلك نصف ساعة يترقد حتى ضعف الكمية ديالو. وغادي تشوفوا كيف جا. هنا قبضت واحد داك الشعرية، قطعتها بالمقص يعني ديال الكوزينة، قطعتها القطع صغيرة باش ما تجيناش داك الشعرية هكاك طويلة. وهنا قبضت داك الفتر الأسود اللي قلت لكم وقطعته قطع صغيرة جدا. كما كتشوفوا متتبعين قناة عالم علا برادة، هذه هي المرحلة الأولى. خليكم على فيديو وغادي نبقى معكم خطوة بخطوة. كنتمنى دائما القناة ديالي تكون كتنال الإعجاب ديالكم، وكنشكركم دائما على التتبع ديال الوصفات ديالي، وكنتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديال الجميع. هنا قبضت واحد الملحه حسب يعني الذوق وحسب الذوق ديال اي واحد، يعني ممكن نتوما ديروه حسب الكميه ديالكم. اكيد واحد شويه يعني معلقه ديال الفلفل الحمراء، معلقه ديال شويه راس معلقه ديال الكمون، وشويه ديال الابزار. هنا يعني قبضت الزيتون يعني قطع صغيرة جدا، ممكن نتوما تقطعوه، ممكن تشريوه هكاك واجد، لكم حرية الاختيار. قبضت واحد حبة ديال البطاطا وحكيتها يعني هكا بهذا المنظر هكا كيف ما كاين في لا فيديو. قبضت واحد الحبه ديال الجزر يعني قشرتها، وتا هي كذلك حكيتها بحال البطاطا. وهنا غادي نقبطوا يعني واحد 5 ديال الريوس ديال الثومه، يعني الفصوص ديال الثومه. قبضت 5 ديال القطع وحكيتهم كما كتشوفوا في لا فيديو. كنتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه، فما غاديش نقول لكم كتجي اكثر من رائعه، وكتجيب واحد الكميه وفيره، وكتجي واحد اللذه خارقه فيها البنات. هنا قبضت واحد 2 علب ديال الطون، داك الطون الكبير باش كتجي هكاك يعني في العضه كتكون باين المكونات، كيجيو باينين وكتجي لذيذه. قبضت 2 احكاك ديال الطون ديال الزيت وضفتهم على المكونات كما كتشوفوا، يعني الوصفه واضحه بلا ما انا نشرحها، فالوصفه شارحه راسها البنات. هنا غادي نخلط المكونات جيدا حتى غيتمجزوا العناصر جيدا، باش داك يعني داك المكونات هكا يتخلطوا مزيان.
وغادي نشوفوا المرحله الثانيه باذن الله. المرحلة الثانية هي يعني تحضير واحد لاصوص اللي كنديروا على هاد الشعرية وهاد المكونات اللي كانوا كتعطيها واحد اللذة أكثر وكتعطيها واحد المذاق وكتعطيها واحد الخطورية في الطياب. كنقبطوا 4 ديال البيضات حتى 5 يعني حسب الحجم ديال البيض اللي عندنا. كنضيفوا عليهم 4 ديال الحبات ديال الفروماج يعني داك المربعات. كنقبطوا واحد الخميره ديال الحلويات الحمراء. كنقبطوا قطعه كبيره من الجبن الاحمر. كنديروا واحد كنديروا شويه ديال الملحه حسب الذوق وحسب الذوق ديال اي واحد. هنا قنوات كديروا واحد الحك مسوس ديال دانون، فانا ما كنتش عندي، عوضتو بكاس ديال الحليب. كنرجع يعني للخليط الاول ديالي، كنسمو بالهريسه علاش لانني انا تتعجبني داك النسمه ديال الحر في الماكله ديالي. وكندير له واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس وكنكب داك الخليط يعني داك لاصوص كنكبها على المكونات. وغادي تدوزوا معايا المرحله الثالثه اللي هي ملي كنديرهم في الصينيه اللي كندخلوا في الفرن. كنحاول يعني نقاد داك الصينيه وكنحاول نقاد المكونات وكنحاول نقاد الشعريه كل الحويجه في البلاصه ديالها. ويعني وكنقبط الجبن يعني اللي كان الاحمر او مرتز او يعني اي جبن عندكم موجود في الدار. كنحكو مزيان يعني بداك القطع هكا يكونوا طوال. كنحاول يعني ندير واحد الكميه اللي هي وفيره باش كتجي داك الفروماج هكاك السايح على 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 الصينيه. وكندخلوه الفران يعني كنشعلوه من الفوق ومن التحت وميم با واحد الخمسة ديال الدقائق كيكون هاد الوصفه جاهزه البنات، كتجي اكثر من رائعه. غادي تشوفوها كيفاش جات.
خليكم غير مع لا فيديو، تبعوا الخطوات خطوه بخطوه، ودائما كنتمنى لكم فرجه ممتعه. هنا دخلتوا كما كتشوفوا يعني للفران، دخلتوا للفران وغادي نخليوه واحد الخمسة ديال الدقائق وغادي تكون الوصفة ديالنا واجدة. والوصفة ديالي هي هذه النهاية ديالها، جات على هذه الطريقة كما كتشوفوا. كنتمنى الوصفة دائما تنال الإعجاب ديالكم، ما تنسونيش باللايك، ما تنسونيش بتفعيل الجرس دائما باش يوصلكم الجديد، ما تنسوش التعاليق اللي كتزيد دائما أمامي للخطوات للأمام، وإلى اللقاء في وصفة قادمة بإذن الله.